اللهم صل على النبي صلوا على الهادي ما يشفع في هاد العبد إلا محمدي سيدي وهي سيدي السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا ان شاء الله دائما بخير وعلى خير ودائما دائما في صحه جيده يا ربي. اليوم غادي نحضر معكم واحد الشهوه، لا اله الا الله، بنينه بنينه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، خصوصا التحليه طاجين، يا سلام ما نقولش لكم عليه. هذه هي التحليه كيف ما غادي تشوفوا معايا في الصوره، رائعه. شوفوا الطبقات كيف دايرين، شوفوا الطبقات كيف مفروزين، ما نقولش لكم، هماويه دايز هالكلام، بنينه بنينه ما نقولش لكم عليها. هاد التحليه مقادير اللي هي بسيطه وفي المتناول، وكذلك غنحضر معكم واحد الطويجين رائع رائع رائع، خليكم معايا وشوفوا المقادير وما تزربوش، الا عجبكم لايك 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 رحمه عليكم. بالنسبه للبنات، الطبقه الاولى غادي نحتاج البسكوي، اي نوع بسكوي اللي كتفضلوه. انا تنفضل هذا البسكوي اللي فيه الشوكولا البرانس، اللي فيه الشوكولا تيجي معلك يعني بدون اضافه زبده ولا شي اضافات، يعني من ذاته لراسو يعني كيجي معلك هو هذاك. المهم غادي نطحن هذا البسكوي وغادي نضيف عليه كيف كتشوفوا مهاشي ماشي منيل، يعني انا هاشي، وغادي نضيف عليه معلقه ديال الكاكاو الاسود المر، معلقه ديال الكاكاو باش يعطيني داك اللون اللي انا بغيت. الكاكاو المر على حساب اللون باش يعطيني داك اللون اللي انا بغيته يكون في الطبقه ديالي الاولى. صراحه هاد التحليه غتجربوها ما غاديش ندمو، بنينه بنينه ما نقولش لكم عليها، ما نقولش لكم واحد البنه، يا سلام وهماوية. مهم هذا هو اللون اللي انا بغيت، وهذا هو الشكل اللي انا بغيت في البسكوي كيف كتشوفوا. غادي نمر دابا الكويسات ديالي، غادي نستفهم وغادي نستف فيهم الطبقه الاولى ديالي ديال البسكوي. اي كيسان متوفرين عندكم، لا كانوا صغيرين افضل، ولا كانوا كبار بحال هكا اللي نتوما كتبغيو صافي. وغادي نستعين بواحد الكويس صغير باش انني نضغط على البسكوي ديالي يشد بلاصتو كيف كتشوفوا في الفيديو. غنستمر في هذه العمليه بهذه الطريقه البنات كيف كتشوفوا، ضروري ما ديروا هذه الطريقه باش البسكوي يشد بلاصتو. مهم المرحله الثانيه ديال الطبقه الثانيه غادي نديروا الكريم كراميل. غادي نحتاجو الكراميل، اول حاجه غنديرو كاس ديال السنيده في الكاسرول وغادي نخليوه على نار مهيله، نخليوه حتى يتكرمل على خاطر، نخليوه يتكرمل وغادي نمروا الخليط ديالنا. بالنسبه للخليط غادي نحتاج السيترو ديال الحليب، واحد الكاسرونه غنديرو السيترو ديال الحليب ديالي كامل، اي نوع عندكم حليب. غادي نحتاج الكريم ديال لا كريم باتيسري كيف كتشوفوا، ولا النشا يعني اللي عندكم، انا اختاريت الكريم باتيسير. غادي نضيف ثلاثه ديال المعالق كبار ديال لا كريم باتيسري مع السيترو ديال الحليب كيف كتشوفوا معايا. غير تبعوا الطريقه، الصراحه راه كتجي ساهله وما فيهاش يعني شي صعوبه، و والاهم حاجه انها كتجي هماويه وما نقولش لكم عليها. كنضيفوا السنيده، ثلاثه المعالق ديال السنيده على حسب الحلاوه، ثلاثه المعالق كافيين لان الكريم كراميل الكراميل حلو. وغادي نضيف ساشي ديال الفلون كراميل بدون سكر، لاننا درت الحلاوه، الا درتوه بالحلاوه ما ديروش السكر، هذا اللي كاين البنات. ساشي ديال الكريم كراميل ديال الفلون كراميل عفوا، وغادي نحرك العناصر ديالي وغادي نضيف حك ديال دانيت كراميل، هذا اختياري، بغيتوها انا تعطينا اللون والنكهه
اختياري الا بغيتو تضيفو، ما بغيتوش يعني تقدروا تكتفيو غير بالكراميل اللي تيحضر اللي تيتحضر، هو تيعطينا واحد اللون واحد المذاق زوين. مهم غادي نحرك العناصر ديالي كيف كتشوفوا، والكراميل ديالي ها هو قريب يوجد. غادي نستعين بواحد الطير وغادي نحرك، غادي نحركو غيب شويه غيب شويه صافي بحال هكا حتى كيبدا يذوب معايا، ما كنحركوش وهو سنيده يعني صافي بحال هكا. هذا هو القوام اللي انا بغيت، يعني اللون هو هذاك، كلشي هو هذاك. يعني غادي نضيف ليه دابا الخليط اللي انا حضرت معاكم ديال الكراميل، غادي نضيفو ونبقى نحرك البنات، ما نتوقفش عن التحريك نهائيا، حتى واخا غادي يتحجر معكم ولكن ماشي مشكل، غتبقاو غير تحركوه غادي يذوب غير بوحدو على هذا الشكل. نبقاو نحركوه ماليش نوقفو من التحريك، صافي ها هو بدا تيذوب معايا كيف كتشوفوا معايا في الفيديو، وغادي يبدا يدير الفقاعات. الفو غادي يبدا يدير الفقاعات، غادي ندير معلقه ديال الزبده، معلقه ما عامراش، معلقه صغيره ديال الزبده كيف كتشوفوا في الفيديو. غنبقى انا شوفوا راني باقا كنحرك حتى كيبدا يدير الفقاعات، ها هما الفقاعات اللي قلت لكم عليهم، غيبدا يدير الفقاعات غيعطينا واحد القوام ما نقولش لكم عليه، واحد الريحه يا سلام. هذا هو الشكل اللي انا قلت لكم خصنا نحصلوا عليه، وغنديروا معلقه ديال الزبده، اي نوع ديال الزبده، معلقه ديال الزبده صافي. وكنحرك صافي وكنطفي العافيه. الزبده كتعطينا واحد اللمعان في الكريم كراميل ديالي، كتعطينا واحد اللمعه كيف كتشوفوا. رانا غادي نطفي العافيه وغادي نجيب الكويسات ديالي وندير الطبقه الثانيه كيف كتشوفوا، وغيب شويه البنات نسرحوا الطبقه مزيان وبشويه، ما نقيسوش بالمعلقه حيت راه ديجا كتختار معكم سير بلاص لان فيها الفلون. صافي حتى كنكمل الكويسات ديالي ونمروا للطبقه الثالثه. الطبقه الثالثه غادي ندير البسكوي كيف غادي تشوفوا، لكن قبل غادي نحضروا لا كريم ديال الشوكولا. الطبقه الرابعه هانتوما غادي تشوفوا معايا، غادي نحتاج اترو ديال الحليب، اترو ديال الحليب كيف كتشوفوا في الفيديو. طريقه سهله ديال هاد التحليه والله العظيم الا كتجي هائله مذاقا وشكلا ومذاقا، ما نقولش لكم عليها. اترو ديال الحليب، في الاترو ديال الحليب غادي نحتاجو 4 ديال المعالق كبار ديال لا كريم باتيسري، 4 ديال المعالق كبار البنات كيف غادي تشوفوا معايا. كيف ما قلت لكم لما متوفرش لا كريم باتيسري تقدروا تستعينوا بالنشا. وغادي ندير الكاكاو المر على حسب اللون، انا درت 3 د المعالق كبار. وغادي ندير السنيده لان انا كندير الفلون بلا سنيده، الفلون غادي ندير جوج ساشي فلون د شوكولا كيف كتشوفوا، جوج فلون شوكولا بدون سكر. وغادي نخلط الخليط ديالي وغنديروه فوق النار على نار مهيله ونبقاو نحركو كيف كتشوفوا. بالنسبه للطبقه الثالثه انا غادي ندير البسكوي باش نفرق الكراميل مع الشوكولا كيف كتشوفوا معايا. استمر في هذه العمليه حتى نكمل الكويسات ديالي. هاد التحليه البنات راه كتجي هماويه ما نقولش لكم، اللي درتوها لعائلتكم عائلتكم غادي يبقاو يقول لكم عاودوها لينا عاودوها لينا صراحه كتجي غزاله غير جربوها. المهم هادشي اللي كاين، كنستف البسكوي ديالي بهذه الطريقه، نستعين غير بالمعلقه بلا ما نورك بالكاس، تنسطحها. وغادي نشوف الشوكولا ديالي راه فوق النار في نفس الوقت، كنبقى نحرك حتى كيبدا يظهر معايا الفقاعات وبدا تختار معايا لا كريم شوكولا او لا لامو شوكولا. وكنضيف ليها كذلك معلقه صغيره ديال الزبده،
والشوكولا عفوا الشوكولا اي نوع شوكولا بغيتو، انا درت ميلكا ضروري كتعطينا واحد لوغو، ما كانش ماشي مشكل، هي اصلا راها شوكولا الا ضروري. انا علاش باش تعطينا غير ديك النكهه ديال الشوكولا وديك المذاق الرفيع ديالها. المهم انا اختاريت شوكولا ميلكا، ولا لا كاين اكبير هذاك شوكولا نوار حتى هو كيجي غزال فيها. مهم غادي حتى كيبدا يظهر معايا الفقاعات كيف شفتوا، غادي نضفت معلقه ديال الزبده، طريقه سهله وكنبقى نحرك ونطفي العافيه. صافي هذا هو القوام اللي انا بغيت كيف كتشوفوا معايا. وغادي نعمر الكويسات ديالي طبقه ديال الشوكولا، هذا وصلنا الرابعه دابا صافي. وغادي نستمر في الكيسان ديالي كاملين كيف كتشوفوا معايا، ما نعمرهمش حتى الفم لان باقي غادي ندير واحد الطبقه اللي كتجي يا سلام يا سلام. انتم غادي تشوفوا معايا كيف ما قلت لكم ما نعمروهمش حتى الفم، لا شاط لكم تقدروا ديروهم غير في كويسات وتعطيهم لوليداتكم هذاك الشوكولا. مهم غادي الطبقه الرابعه الاخيره، غادي نحتاج كاس ديال الماء، واحد ساشي ديال نيسكافي، واحد جوج معالق ديال السنيده، وكذلك فلون شوكولا اولا فلون فاني اللي متوفر لكم. وغادي نحركوه مزيان وغنديروه فوق النار، ان فوا كيبدا يدير الفقاعات حتى هو غادي نحيدهم فوق النار، غيبدا يسخن وبدا يغلي غنحيدهم فوق النار كيف غتشوفوا معايا. صافي هذا هو القوام اللي انا بغيت، غنطفي العافيه وغادي نديرو فوق الكويسات. غنستعين بالمعلقه، غندير المعلقه ونخوي عليها باش يمشي نيشان في الكاس هكا باش ما يطلقش ليا ديك الكشكوشه ولا شي حاجه، تبقى نسطحو على المعلقه كيف كتشوفوا في الفيديو. عرفتي هاد الطبقه البنات ديال القهوه نيسكافي يا سلام عليها، ما نقولش لكم على بنه ولا مذاق. كما قلت لكم هاد التحليه غير جربوها وغادي تردوا عليا في لي كومونتير كيف جاتكم، والله القسم لا غتبقى هي المعتمده عندكم البنات. المهم كيف ما كتشوفوا الفرق ديال الطبقات يا سلام يا سلام، شي حاجه هماويه تحمري بها وجهك قدام الضيافه لالا. ايوا ها نتوما هذا انا ساليت، غادي نمر الطاجين ديالي، الطاجين ديال الحوت، الطاجين ديال حوت سمك القرب، انا اختاريت حوته ديال القرب. ها هي كيف كتشوفوا، اي سمك متوفر، اي سمك عندك ماشي بالضروره. مهم انا قزبر ومعدنوس، عندي واحد نص حامضه غادي نعصرها ليه. القزبر ومعدنوس عندي في الكونجيلاتور كنحتفظ به، كنقطعو وتنحتفظ به في الكونجيل. وعندي هنا نص حامضه كيف قلت لكم غادي نعصرها، انا راه معايا مالك غتعاوني غادي مالك تطحن ليا التومه في البريسه ديال التومه تمعسها. ايوا كيف ما كتشوفوا هنايا سته ديال الفصوص ديال التوم غطحنهم ليا مالك وصافي. وخيزو الحامض مصير غادي نضيفو لهاديك الشرموله، انا غادي نقول لكم الشرموله هي الاولى. الحامض مصير، معلقه تومه راه هي كطحن فيها مالك، معلقه ديال البزار، معلقه ديال التحميره، معلقه ديال الملحه. صراحه هاد الشرموله راها معروفه، معلقه ديال السكينجبير، ومعلقه ديال الكمون، معلقه ديال الخرقوم عرق، ومعلقه ديال العطريه ديال السمك. هادو هما العطريه والتوابل اللي كندير، العطريه السمك اختياريه، مهم الكمون ضروري والسمك مهم اللي بغانا كتعطي واحد النكهه حتى هي زوينه، عطريه ديال الحوت. صافي البنات هذه الشرموله غنضيف لها واحد شويه ديال الزيت بلديه والماء، واحد نص كاس ديال الماء انا غادي نديرو من روفيني. صافي وغنحرك الشرموله ديالي وغادي نشرمل بها الحوت، نشرمل الحوت هو الاول. كيف كتشوفوا نشرمو ونتركوه على جنب باش نستف الطاجين على هذا الشكل. غنشوف الطاجين ديالي، انا درت فيه العصيات ديال الكرافس
العصيات ديال المعدنوس. هنا درت واحد المعلقه ديال الهريسه في الاخير في الشرموله. هاد العصيات ما كنرميهمش البنات، كنحتفظ بهم للطاجين، تيجيو غزالين. هنا شديت واحد بصيله صغيره قطعتها شرائح ودرتها فوق هذوك العصيات ديال الكرافس والقزبر ومعدنوس. وانا استفدت الجزر ديالي درت عليه هذيك الشرموله اللي حضرت صافي. وغنستف البطاطا في الجوانب كيف كتشوفوا، طريقه سهله. والحوت ديالي ها هو درته في الوسط، غنضيف ليه ديك التوابل اللي بقات ديرها فوق منه، والفلفله حمراء وفلفله خضراء ضروري كيعطيها واحد المذاق زوين في الطاجين ديال الحوت صافي. ومطيشه جوج مطيشات غادي نقطعهم حتى هما دوائر كيف كتشوفوا معايا، وغادي نبدا نستف فوق الطاجين. يا سلام يا سلام. وندير عليه ديك الشرموله اللي بقات ليا، درت معاها شويه الهريسه صافي. ونبدا نستف الطاجين ديالي على هذا الشكل، ها هو صافي. وندير ديك الفليفله من الفوق والزيتون الا كان متوفر ضروري، زويتينات على هذا الشكل من الفوق، والحامض مصير كيف ما كتشوفوا بالصحه والراحه. وغادي نشعل عليه العافيه على نار مهيله، غادي نشعل على الطاجين ديالي. الطاجين البنات راه ما كنفرطش فيه، باقي عندي من شحال دي، واخا تشقق راه كيعطي واحد البنه في الطواجن. ايوا هادشي اللي